فضيلة الشيخ وفقكم الله، ماء الورد هل يرفع الحدث ويكون طهورا؟ لا، ما يرفع الحدث ولا يغسل النجاسة إلا الماء. أما ماء الورد، ماء أي سمها اللي تبي، ما يصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول في بعض نسخ هذا الكتاب، كذلك البنزين والغاز كلها ما تغسل النجاسة لأنها ما هي ماء. نعم، هي سوائل لكنها ما هي ماء. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.